مستمرين مع كل جمهورنا العظيم وجمهور النادي الاهلي ومشاهدينا الكل اللي بيجتهد عشان كده ربنا بيكافئ الكل. انا معايا طبعا زي ما قلنا وهنقول من اكتر من مره في جنود معلومه بشكل كبير جدا في فريق النادي الاهلي على راسهم طبعا الكابتن ماهر عبد العزيز. برحب بيك كابتن ماهر، مبروك، فوز مهم جدا الحقيقه، ربنا بيكافئ الجميع عشان الكل بيجتهد. حابب تقول النهارده على الفرحه وعلى الفوز الكبير جدا ده؟ بقول الحمد لله رب العالمين، والف الف مبروك لجماهير النادي الاهلي العظيمه اللي النهارده يعني ما شاء الله عليها ما شاء الله عليها، ربنا يبارك ويزيد يا رب دايما، والحمد لله رب العالمين بيهدي الفوز لمجلس الاداره واللعيبه اللي ما شاء الله عليهم يعني، والجهاز الفني وكل الاداريين زمايلي، بقول لهم الف مبروك الف مبروك الف مبروك، يا رب دايما فرح ويا رب دايما فوز باذن الله ان شاء الله لمزيد من البطولات. ربنا يخليك.